تعزيزات إضافية تصل سيناء، والجيش يواصل استهداف البؤر الإرهابية. السيسي يؤكد محاربة مصر للإرهاب لا تقتصر على الشق العسكري. وإخوان تونس يقرون بهزيمتهم في الانتخابات التشريعية أمام حركة نداء العلمانية. موجز بأهم الأنباء من النهار اليوم، أهلا بكم. بدأت تعزيزات إضافية من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر من وحدات التدخل السريع التي تم نقلها جوا، وأخرى للعمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، بدأت في التحرك والانتشار بسيناء لمعاونة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة والشرطة المدنية في حربها على الإرهاب. ويأتي ذلك فيما أفاد مراسل النهار اليوم بأن قوات الجيش نالت من 17 عنصرا مسلحا في قصف بطائرات الأباتشي لمناطق تمركز عناصر إرهابية بقرى جنوب الشيخ زويد والحسنة بالقطاع الأوسط، كما أمدنا مراسلنا بالصور الأولى لمكان تفجير حاجز الجيش بكرم القواديس. هذا وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن محاربة الإرهاب لا تقتصر على الشق العسكري، وإنما تتم بمنظور شامل يمتد ليشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف السيسي في الحلقة الثانية من حواره مع صحيفة عكاظ السعودية أن مصر منخرطة بالفعل في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتؤكد أهمية أن تتم مكافحته من منظور شامل لا يقتصر على الشق العسكري، وإنما من خلال الشق الاقتصادي والاجتماعي كذلك. وفي لندن وصل وزير الخارجية سامح شكري مباحثاته مع المسؤولين البريطانيين، حيث التقى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي نقل تعازي بلاده لمصر حكومة وشعبا في ضحايا الحادث الإرهابي بسيناء. كما بحث شكري في اجتماع آخر مع وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية سبل تنسيق الجهود لمواجهة الإرهاب بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تطورات الوضع في العراق والحملة الدولية للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية داعش. هذا وقد أجرى وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل اتصالا هاتفيا بالفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلاله إدانة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الجيش المصري في سيناء. وقال بيان أصدره البنتاغون أن هيجل أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ومن جانبه أطلع الفريق أول صدقي صبحي نظيره الأمريكي على ملابسات الهجوم والوضع الأمني في مصر بشكل عام، وأكد الجانبان التزامهما بدعم العلاقات القوية بين البلدين. يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة دمياط يرافقه خلالها وزراء النقل والتخطيط والتموين. وسيتفقد محلب خلال زيارته المركز اللوجستي العالمي المقرر إنشاؤه لتخزين وتداول الحبوب والغلال في ميناء دمياط بتكلفة 15 مليار جنيه، كما سيقوم بافتتاح رصيفين جديدين، ويعقب ذلك زيارة لمحافظة بورسعيد لتفقد المشروعات التي تتوافق مع مشروع محور قناة السويس الجديد. قضائيا، تستأنف محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم قضية مذبحة بورسعيد، حيث تستمع لشهود النفي في القضية المتهم فيها 73 شخصا، بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسؤولي النادي المصري وآخرون من شباب الألترس، بقتل 72 من شباب أولتراس النادي الأهلي في المذبحة التي شهدها استاد بورسعيد في الأول من فبراير عام 2012. خارجيا، أقرت حركة النهضة الإسلامية بهزيمتها أمام نداء تونس في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي، وأسفرت الانتخابات عن تقدم حزب نداء تونس العلماني وحصوله على نحو 80 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدا، فيما حصد النهضة ضد التوجه الإخواني 70 مقعدا، وهو ما اعتبر تحولا كبيرا في المشهد السياسي التونسي الذي كانت تهيمن عليه حركة النهضة الإسلامية. كان هذا هو الخبر الأخير في هذا الموجز، وقبل الختام تذكرة بعناوينه. تعزيزات إضافية تصل سيناء، والجيش يواصل استهداف البؤر الإرهابية. السيسي يؤكد محاربة مصر للإرهاب لا تقتصر على الشق العسكري. وإخوان تونس يقرون بهزيمتهم في الانتخابات التشريعية أمام حركة نداء العلمانية.
نهاية موجز الأنباء من تلفزيون النهار. لمزيد من المتابعة لأخبارنا يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت النهار.live.net. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام وغيرها. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.